سمير طيب، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، اليوم الدولة التونسية ما زالت تستورد في اللحم. اليوم تونس تستورد في اللحم من إسبانيا وفرنسا. اليوم الأسعار، أسعار الخضر والغلال واللحم والحوت، سي سمير وانت وزير الفلاحة ومسؤول على قطاعات الإنتاج هذه، إنتاج الخضر، إنتاج الغلال واللحوم والدواجن، اليوم أسعار يشكي منها تقريبا أغلب التوانسة، وخاصة يعني متوسطي الدخل، وما نحكيش على الفئات اللي محدودة الدخل. اليوم سي سمير يعني بين أسعار، ناخذ لك على سبيل المثال بين 2017 و2019 ما ثم تغير كبير في عامين، يعني الأسعار تطلع، مواش الأسعار يطلع بنسبة كبيرة. الحم البقري في 2017 ب 19 دينار، اليوم الحم البقري السمير عند الزازاري تبيع ب 29 و28 دينار، الحم العلوش 21 دينار عام 2017، اليوم يتباع 28 دينار كيلو الحم العلوش، السكالوب وصل تقريبا بين 13 و14 دينار، الدجاج كيف كيف معناها وصل تقريبا 7900، العظم اللي كان في متناول التوانسه الكل حاره، اليوم حاره العظم 950 دينار. مش نعدي لك توها كاميرا برنامج وما خفيها، مشينا المارش سنترال وحكينا مع الخضارة وحكينا مع المواطنين باش نشوفوا الأسعار اليوم، باش نعطيك حتى أسعار سوق الجملة في بير القصعة والأسعار اللي يتباع بها الخضر والغلال واللحوم وغيرها للمواطن. شوف معي ريبورتاج الترديد كبير برشا في تونس. لا لا عبد الوالدين والله شيء. السردينه وصلت حتى ب 6800. الحوت حقهم يبدلها باسوام نتاع دولار نتاع اورو. واحد يا مسير فيه مع حوته مع كامل قرنين، لا مسير فيه ولا واحد. فرجوا بركه، لا نخزروا بعينينا بركه. اسوام خياليه اللي نحن بلاد حوت. ثلاثه في العائله واللي عنده خمسه شي يعمل. بصراحه يس. العباد اللي تاخذ بالكركاس ويجوا على حد جيش. سمير بالطيب اللي وصل مره يسالوا فيه قال لهم توانسه ما عندهمش ثقافه زيت الزيتونه، بربي منين يشم منها هذه الفلاحه؟ جا ربي منين يشم منها؟ المواطن راهو تاعك 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 تاعك. العظيم باش نبكي واقسم بالله العظيم كما انا حكيت. مطلوب من وزير الفلاحه يقف وقفه رجال. شنو رايك سي سمير؟ شوف انا اول حاجه نتفهم وضعية كل تونسي صعيب لما يمشي للسوق ويلقى كلامهم صحيح ولا؟ كلامهم في جانب كبير منه صحيح، بطبيعة الحال لأنه هو قال الآخر ما يحس الجمرة كان يعفس عليها، لأنه هو يهز خوفته يمشي للمرشي. طيب تهز خوفه طيب تمشي للمرشي؟ أنا نمشي مش ديما لكن نمشي للمرشي. عندك فكرة يعني على أسعار كل يوم؟ أنا عندي فكرة على أسعار لأن الأسعار تجيني كل يوم. ماكش وزير التجارة؟ لا وتجيني كل يوم. احنا تجيك الأسواق كل يوم. احنا نتابع كل بصفة يومية واحنا ننسق بصفة يومية مع التجارة. شوف أنت تقضي ولا يقضيوا لك؟ لا توا ما عادش نقضي. أما كمان نمشي نشوف. نمشي تعمل طلة؟ نمشي نعمل طلة. لا نمشي نعمل طلة ونزول. ولكن خليني أقول، نقول اللي اليوم فما أشياء حتى قبيلة جبد واحد على بربي زيت زيتونة، خليني ألف مرة نقولها. الجملة الشهيرة اللي قلت لا ما قلتش أنا، ما قلتش وما سمعها قلت التوانسة مش من تقاليد ومستهلك زيت زيتون. لا ما هو صحيح، قلت للأسف. وانت تفهم العربية للأسف. التونسي لاعتبارات عديدة منها ما هو اقتصادي ومنها ما عادش زيت زيتونة يدخل في تقاليده الاستهلاكية، ما عادش للأسف. وفسرت علاش وذقتها انا باش خلطين عليه. ما هو هذا هو باش خلطين عليه. تحب نعلمك حاجه، وصلت ليتر ب 13 و 14 دينار سي سمير. سي 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 ناجي توا في اللحظه هذه في فروع ديوان الزيت ايتر زيت زيتونه ب 7800 والمواطن عنده الحق في 60 لكن في المعاصر يتباع ب 11 و 12 دينار. سي ناجي انا نعمل ما اقدر ان اقوم به. انا تحت اشرافي ديوان الزيت. الدوله مش قاعده تراقب ديوان الزيت اليوم. ماكمش قاعدين تراقبوا كيف اليوم في المعاصر ونقاط البيع. سي ناجي انا ادعوك هز بدون امشي لديوان الزيت تشري 60 ايتر ب 7800 لتر. اي يا اخي انا مو هذا عند الخواص يتباع ب 11 و 12 دينار. هذه مساله مش
تتجاوزني، ولكن مسألة يلزمنا الناس الكل يردوا بالنا منها، لأنه هالوسطاء هذوما اللي قاعدين يلعبوا بالحق بخبز التوز. ولكن إذا تتجاوز مسؤولية تكون مسؤولية كل حد ما يتم مسؤولية الحكومة، حد مسؤولية الحكومة. أنت عضو بالحكومة يا ولدي، قلت لك الحكومة مسؤولة على مراقبة المسائل كذلك. ولكن خليني نعطي فكرة على الأسعار اللي ترتفع بربي، باش نبداوش اليوم معناه ترمي في الكوره الوزير التجاره. لا 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 بالعكس، لا لا باش نعطيك شنو اللي ارتفع وشنو انخفض، معناه نعطيك شيء ما باهي. خليني نقول لك اليوم بالنسبه للعرض، العرض في سوق الجمله فما عرض زياده بالنسبه للفلفل الحلو والقراب وطزينه وجلبانه، تراجع بالنسبه للطماطم، هذا ما يعطي على مستوى الاسعار ارتفاع بالنسبه لاغلب الاصناف. شوف المفارقه لما تزيد في كيلو طماطم في سوق الجمله، كيلو طماطم في سوق الجملة اليوم 1200 سوق الجملة. أنا مش نعطيك سوم الطماطم بالقصة 1200، مش نعطيك سوم الطماطم سي سمير في المارشي سنترال اللي هو المارشي اللي يقضيه منه الطماطم قاعدة سومة ب 2277 مليم وتوصل حتى 2500 سي سمير. الفلفل الحلو 3378. شوف في اسواق التفصيل خلينا نتفقوا في حاجه نزيدك اكثر من هكا، السردينه حوت السردينه اللي في 2017 يتباع تقريبا في حدود 3000، اليوم يتباع 4129. يعني حبيت نقول لك الاسوام تهبط نوع في المارشي دو جرو في سوق الجمله وتتباع بنوع اخر، راي احيانا الزياده توصل 30 واحيانا حتى 40% موجود. بين سوق الجمله وبين سوق التفصيل شو اللي يصير؟ فما كلام قلتوه وقالوا يوسف الشاهد، قال فما مافيا في مسالك التوزيع وفما مضاربات فما سبيكولاسيون، لكن عطيني انا اليوم الحكومه اليوم مسؤوله على الاسعار اللي تباع بها الخضره واللحوم والدواجن اليوم في اسواق التفصيل. الموت اليوم الحمل علوش ما عادش خالت عليه. لا لا يختل يختل. شوف شوف، اول حاجه بالنسبه للحوم احنا ما ننكروش ان بالنسبه للحوم الحمراء، خاصه بالنسبه للبقري ثم ازمه خرجنا منها، صارت عمليه تهريب، المنتجين والمربين ما عادش خالطين، قاعدين يبيعوا، صار تهريب للقطر الجزائري. هم محتاجين المنتجين، جاوا احتاجوا قدام وزاره الفلاحه ومشاو قدام مجلس النواب. خليني احنا راه ما قعدناش، احنا في جويليا 2018 الحكومه خصت مجموعه من الاجراءات نجم نقراهم لكم نسدهم اللي دخلوا حيز التطبيق في 1 جانفي 2019 ما نجموش يعطيو نتائجهم حالا، ولكن يدخلوا في كل حلقه الانتاج والتربيه وبالتالي باش يعطيو. احنا رفعنا في منحه التسمين، رفعنا في منحه التربيه، رفعنا في منحه الاعلاف، عملنا برنامج للصحه الحيوانيه. الفلاحه محتاجين قدام مجلس النواب. اي 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 تامين. وين نقول لك حاجه مع هذا، وشنو مطالبهم؟ ثلاثه مطالب هي التدخل على مستوى سعر الحبوب وسعر الالبان الحليب وبالنسبه للزياده في علاش اضطريتوا باش توردوا اللحم سي سمير؟ راهو سي ناجي اللحم ديما نوردوا، ما كناش عمرنا ديما نوردوا اللحم. ماهوش جديد. علاش؟ ماهوش جديد، لانه شوف، لانه عاده احنا كنا نوردوا للتعديل اللي تسمع به توريد يمثل 5% من السلك التونسي فقط للتعديل، باش التونسي يلقى الواحد نتاعو يلقى بايو في اللحم. كي اللحم باش تجيبو ومع ذلك سي سمير في رمضان، في شهر رمضان، وهذا عامش نشوفوه كما صار في رمضان 2018 ولا رمضان 2017. كيلو اللحم العلوش ب 28 دينار يتباع سي سمير، كيلو اللحم البقري يتباع ب 27 وب 26 ب 28 دينار. اللحم اللي عندك بالنسبه للحم البقري صحيح، انا اللحم العلوش، اللحم العلوش انا مستهلك في رمضان يتباع شريته ب 28 دينار. لا لا نحكي لك على رمضان، قلت 2018 شوف في رمضان يتباع بالسوم هذا. شوف تو انت جبت زوج مواضيع مختلفه. احنا بالنسبه للحم العلوش ما عندناش مشكله في الانتاج، بالنسبه للحم البقري عندنا مشكله في الانتاج. هذاك علاش غالي؟ صارت لانه غالي. لما عندك نقص ديما كونت يجلى رارتي فرصي ما تنقص، معناها مساله عرض طول عام مساله عرض وطلب. شوف احنا نعانيو في ازمه نتاع تهريب الدواجن عندنا اكثر من عام، واحنا قاعدين توا قاعده تنقص بفضل التدخلات، احنا والتجاره والماليه والديوانه والجيش والحرس، هذا الناس الكل نتدخلوا، راهي حدودنا ما هي سهله، حدودنا مع القدر الجزائري ما هيش سهله، وبالتالي الظاهره هذه
نقابة الفلاحين دعاتكم، دعات وزير الفلاحة وزارة الفلاحة باش تدخلوا فوريا لإيقاف عفوا لإيقاف توريد اللحوم الحمراء. هم شوف معايا توا أسئلة وجهوها لك من اتحاد الفلاحين. أول حاجة قبل ما تعدي الأسئلة، راهو البلاد احنا كي دخلنا الفلاحة قلنا الفلاحة نشتغل على التحويل والتصدير، راهي البلاد اللي تصدر ضرورة تاني يزمها تورد. كما نصدر احنا نصدر لفرنسا ونورد من فرنسا، اللي في تونس هذا يزمهم ياكلوا بتباع ويزمهم يستهلكوا ويزمهم يشريوا مواد بتباع غذائية، خضرة وغلة والحمد في رمضان حبنا ثم معقول في رمضان، في رمضان ان شاء الله كل شيء، ان شاء الله كل شيء بشتري لي الصغيرة اللي تتباع اليوم ب 15 و 20 دينار، والتريليا المتوسطه اللي تتباع ب 30 وب 35 دينار. نعطيك انه التريليا سي ناجي المنحى نتاعها هو تنازلي الان اسعار انخفاض بالنسبه للتريليا الحمراء. عندك سردينه في ارتفاع الشوريا وتريليا البيضاء، التريليا الحمراء قاعده تنخفض. معناها هذا الكل راهو نتابعوا فيه بصفه يوميه. نعطيك قداش، نعطيك قداش التريليا سيدي، التريليا الحمراء ولا التريليا الحمراء بالنسبه للمواطن التونسي، التريليا الحمراء خويا في 2019 ب 14 دينار في الجمله، عام ناول كانت ب 20 دينار. في نفس الفتره من 2018 كانت ب 20 دينار، معناها فما منحة تنازلي في عديد. ولكن كي تجيني تو تقول لي الفلفل اليوم تو الانتاج يجيني من البيوت المكيفه بالطبيعه باش يكون غالي فورسيمون، ماهوش نتاع مش في مش الفصلي، ولكن ب 3000 و 3500 سي سمير سامحني. اليوم الفلفل الحار ب 2300 في سوق الجمله، اليوم ب 2300 الفلفل الحار سوق التفصيل قداش؟ ب 2300 ب 2700 2800 اللي الفلفل في الاسواق تلقاه، وهذا هو السعر ويوصل 3000 يوصل. شوف هنا تو خلينا زاد حتى المواطن عنده ما سمعني تو انا نعطي فيك في الارقام بيه. الفرق بين كلامك وبين ما هو موجود لا في الواقع. لا يا سي ناجي انا شو نقول؟ انا دوري التزويد انا نوفر لك المنتوج ومزود ونعطيك الاسعار من بعد فما وزارة التجارة والتجارة نحب نقول كلمة للأمانة زاد راهو المجهود اللي قاعدة تعمل في مستوى الرقابة اليوم والإمكانيات اللي قاعدة تتعطى اليوم للرقابة باش تقوم بالدور نتاعها اليوم عمره صحيح. ما صار اثنين ومع ثلاث. هذا ثلاث. ومع هذا خلينا نحكي على دور المواطن وتطلع. خلينا نحكي على دور المواطن يا ناجي، مو حتى المواطن لو دوره، أنا سمعتك نهار شو يعمل ونحب الحقيقة. لا سامحني باش يعمل المواطن اليوم سامحني هاو نعطيك مثال صار لنا أخيرا يبطل ما يشريش لا اسمعني اليوم مواطنين شافوا فريق في سوق أي؟ فريق رقابة جاء تفسخت الأسعار وتحط أسعار أخرى أي؟ لما غادر فريق المراقبة عودة رجعت مجموعة من المواطنين حييهم مشاو رجعوا خلطوا على الفريق الرقابة وقالوا هاو صار جاءوا حتى لينوا في السوق وقعدوا أسعار ذوكم. ولكن هل فريق رقابه ينجم في كل سوق يبدا من نوله لاخره؟ ها وعي المواطن يعني كل مواطن يا سخفه يقعد يلوج على المراقبه الاقتصاديه والموجوده. سامحني سامحني، ما هو المواطن عنده دوره يا سيدي مش نهارتها، لكن فما رقابه وفما اصلاحات اعمق من هكا. هذا قاعد يصير يا نجم يا نجم يا صديقي راهو لا 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 راهو هناك تكامل. احنا اون بروفيزيون والرقابه تقوم بها، راه مش كان تجاره احنا والتجاره والامن والى اخره، ولكن المواطن عنده دور زاد عنده دور الوعي نتاع المواطن. المهم يا خويا انا قلتها الزقوق، انا نعطيك تجربه الزقوق. اول ما تنطلق الناس تبدا تبيع في الزقوق باسعار، انا نعم تصريح نقول لهم خذوا الزقوق في الايام الاخيره ولا ما خيره ولا يتلوح. فحتى المواطن زادك اللهفه الزقوق سي سمير نجم يستغناو عليه، لكن ما يستغناوش تونس على الزقوق ولا تلافه كبيره. اي باهي هذاك موسمي يجي مره في العام سي سمير. انا نحكي لك على مواد يسعفوها كلهم. خليني نحكي لك على الفلفل على الطماطم على العظم على الدجاج على السكالوب. اليوم حتى الدجاج ما عادش خالتين عليه. لا 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 الدجاج اللي كان معناها اكلة الزوالي سي سمير اليوم ما عادش خالتين عليه. كيلو سكالوب ب 14 دينار اليوم يا سي سمير. اليوم اسعار الدجاج الحم ولا معناها الحم الدجاج مقبول اليوم اسعار. اسمع شوف يعني اليوم نحب نطمن التوانسه في حاجه خلينا في خطاب اليوم انه بالنسبه للعظم عندنا باش ندخلوا رمضان تقريبا ب 40 مليون عظمه موجودين وهو ما يكفي الى جزء كبير. ومع هذا احنا واعيين وباش نكونوا في فتره انتاج اثنين بالنسبه للحليب باش ندخلوا رمضان باكثر من 30 مليون لتر اكثر بكثير رغم اللي استهلاكنا 2 مليون لتر باش نكونوا في ذروه الانتاج. معناه هذا كل نحب نقوله غير وغير وغير ما تكونش هناك لهفه ما تخافوش راوش ان شاء الله رمضان واحنا نقاط البيع بالنسبه للفلاح نقاط البيع من الصيف باش نعملوا النقطه الكبيره نتاع شعب بورقيب باش ننطلق قبل رمضان ثلاثة اربع ايام. واللي في الجهات الداخليه شام كل ولايه هذا هو سكان العاصمه كل ولايه احنا عملنا في كل ولايه احنا هذه عملنا غير كافي في
يا هذا 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 المجهود اللي تشجع نعمل. انت تشجع المواطنين اللي يمشيوا في المقاطعه مقاطعه المواد اللي اسوامها تطلع برشا؟ ما انا معاه هذا المقاطعه. هذا المواطن يكلم فيك، انا المواطن يكلم فيك، ما نخليش واحد يلعب لي بخبسي. نعرف اللي صوم ونوى هذه جديده ونوع. وزير الفلاحه يشجع المواطنين على مقاطعه الاسعار او مقاطعه المواد الغذائيه اللي اسعارها لا تطلع بشكل كبير. حبش قل وقت اللي نعرف اللي فما مضاربة ومزايدة ونعرف اللي سعر كيف بقداش يخرج مع الفلاح وبقداش يمشي بالضبط أنا بتبعها. هذا دور، هذا هذه مسؤولية مواطنية ونقص اللهفة وتيح الأسعار وقتها فرصة ما. وهذا حتى مش كان أنا نقول، وأنا قلته في الزقوق وفي غيره حتى وزير التجارة قال. خلينا مش نسمعك شو قال ممثل اتحاد الفلاحين ورئيس نقابة الفلاحين ومشاكلهم التي لا تعد ولا تحصى. اسمع معي الحالة اللي وصل كالفلاحة ونوصل الفلاح هي حالة مرقة جداً وحالة تقودنا إلى خطورة ربما قد تكون النتائج متاعها سلبية وسلبية جداً على الواقع الحالي، على واقع الاقتصاد التونسي وعلى واقع الأجل القادم. عيش وضعية متاع توتر كبير للفلاح. اليوم فما لجوء غير مبرر ولجوء مستسهل برشا للتوريد لتدعيم الفلاح الأوروبي على حساب الفلاح التونسي. اليوم نحن نخطو لتوريد الحليب، نخطو لتوريد اللحم، نخطو لتوريد البيض، كل تقريبا المنظومات اللي كانت مفخرة من مفاخر تونس واللي كانت هي الأساس في الحفاظ على الأمن الغذائي والحفاظ على السيادة الغذائية للبلاد. اليوم نلقاها قاعدة تضرب وقاعدة تهمش وقاعدة ربما تمشي إلى الاندثار. السبب واضح ما نجم يكون إلا خيارات سياسية واستراتيجيات غير واضحة. وزارة الفلاحة ممكن تسمعنا أما ما فماش حتى الآن ما لقيناش حلول. السياسات الفلاحية ما تتأقلمش مع الوضع الحالي وذلك خلطة كبيرة. احنا نعتبره مع الأسف وزارة الفلاحة كوزارة المواسم. هي وزارة الفلاحة مش وزارة متاع إنتاج. أنا المشكلة وقت اللي نهز القفة ونمشي نقضي للدار نشوف أنا بالسعر اللي نبيع المنتوج متاعي ولا يبيعوا منظورية فلاحين ونشوف السعر اللي نلقاه في الأسواق وغادي نتسأل. المشكل الأساسي هو في مسالك التوزيع اللي حد الآن الدولة ما لقاتش حل باش تنظم مسالك التوزيع. وفما فرق كبير وقت اللي نلقاو الفلفل بالسوق نبيعوا فيه ب 500 ونلقاو فيه ب 2000، هل يعقل؟ وقت اللي نبيعوا العنب ب 600 ونلقاو فيه ب 2500، هل يعقل؟ وقت اللي نبيعوا اللحم بسوق نلقاو بسوق اخر، هل يعقل؟ والحاجة حبيت نعرف سيد وزير الفلاحة شنو اللي باش يعمل بالنسبة لكلفة الانتاج؟ ما هو اليوم الحلول فيما يخص الاتفاقية التبادل الحر والمعمق مع الاتحاد الأوروبي؟ هل في نظرة وزارة الفلاحة هذه الاتفاقية فرصة إيجابية لتنمية القطاع الفلاحي التونسي أو ممكن خطر كبير وليه انعكاسات سلبية؟ وماذا بي نعرف رأي سيد وزير الفلاحة؟ ما هي نظرة وزارة الفلاحة والسيد وزير الفلاحة باش تشارك النقابة وباش تخلي النقابة تشارك في المجامع المهنية المشتركة وفي الديوان التربية الماشية؟ النقابة التونسية للفلاحين سي سمير طيب وزير الفلاحة والسيد البحري والموارد المائية اعتبرت القرار قرار توريد اللحوم اعتبرته بمثابة العقوبة لمربي الأبقار بالدرجة الأولى، وقالوا خاصة الفترة هذه تشهد ذروة إنتاج الحليب. باش نذكرك اللي المهنيين في قطاع الألبان المنضوين تحت الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري قرروا إيقاف باش يوقفوا إنتاج الحليب ومشتقاته تجميع وتصنيع وترويج أيام 18-19-20 أفريل 2019 سيسمير. باهي شكراً. هذه فرصة بشوية هدوء بشوية يعني مشاكل. قبل ثلاثة جمعات مر من شهر رمضان بشوية. أنا تو كنت نقول لك أنه بالنسبة لنا رمضان المخزون متاعنا متوفر وما تجيناش مشاكل. وإذا صار تعديل خليني وكم خايفين معنا من لا 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 مقاطعة لا 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 ما فماش مقاطعة.
احنا باب الحوار. لا احنا باب الحوار، ثم احنا كحكومه نشتغل على هالمنظومه هذيه. واحنا لما نغلق الباب احنا نعرفوا انه فما اشكاليه في كلفه الانتاج مرتبطه بعد المسائل، وخاصه بالدينار وبمدخلات الفلاحه والمواد الاوليه اللي يحتاج لها كل مربي وكل منتج، وبالتالي احنا واعيين بهذايا. وان شاء الله قريبا سيتم الاعلان من طرف السيد رئيس الحكومه على جمله من الاجراءات قريبا في غضون هالاسبوع. الفلاحه يبيعوا في البقر نتاعهم اليوم سي سميره؟ لا الظاهر هذه ما عادش تشتغل، كانوا يبيعوا توا الظاهر ما عادش. واحنا مازالوا لليوم يبيعوا في البقر نتاعهم. سيناجي ما عادش خلطين سيناجي باش نبداو. وزيد الحكومه زادتهم في المحروقات شويه، وزيد كلفه الانتاج طلعت، العلف غلاء، الدنيا غلات عندهم سي سمير. دونك يقول لك انا كفلاح كمنتج ما عادش خالط سيناجي. يعني وقت اللي هو يوقف الانتاج معناها العرض في السوق باش يقل باش يطيح. غدوه اذا كان المهنيين نتاع قطاع الالبان معناها يوقفوا الانتاج، العائلات التونسيه التوانسه منين مش يشريوا الحليب؟ ما وقفوش الانتاج، باش تضطر الحكومه باش تعاود تتورد مره اخرى. جيب لنا الحليب من اسبانيا ولا من البرتغال ولا منين؟ اول حاجه بربي اللي جبناه راه جبنا 7 مليون لتر يمثل 3 ايام من استهلاك التونسي، استهلاك تقريبا زملين لتر في اليوم. هذه حاجه. اثنين اللحوم تحكي عليهم البقري باش نجيبوه 5% مما سيستهلك التونسي فقط للتعديل، مش هذه اللي باش تطيح منظومه كامله. بربي نحب نذكر بالاجراءات اللي اتخذها مجلس وزاري انعقد بتاريخ 5 جويلية 2018. قلت لك المخرجات نتاعو انطبقناها. احنا حافظنا على سعر البيع للمستهلك ب 1120، ولكن زدنا على مستوى الانتاج للفلاح بدايه من 7 جويلية من 766 الى 890 مليم، هذا تحملته صندوق. وزدنا في منح تجميع الحليب من 70 مليم الى 90 مليم. والبرنامج الاستثنائي لاعاده تكوين القطيع الوطني اللي قلت لك عليه بكلفه 33 مليون، هاي مخرجاته. الترفيع في منحه نقل الاعلاف من 5 الى 10 مليم بالنسبه للباله في الكيلومتر، هذا راهو برشا فلوس. منحه نقل الفواضل الصناعيه من 50 ل 100 مليم. الترفيع في منحه تسمين العجول اسمعني من 150 دينار الى 300 دينار، دعوه للمربين انهم يسمنوا العجول. احداث صندوق الصحه الحيوانيه او برنامج الصحه الحيوانيه على ميزانيه 2019 بقيمه 10 مليون دينار. اعداد دراسه وطنيه حول السلالات الاكثر تاقلما المزدوجه المختص. تبسيط اجراءات الصحيه والفنيه لمنحه اقتناء الاراخي المؤصله والترفيع فيها من 30% الى 40% بالنسبه لسلالات المنتجه للحليب و 60% بالنسبه لسلالات المزدوجه. علاش؟ لانه المزدوجه تعطيك اللحم وتعطيك الحليب، وهذا اللي نحبوا نشجعوا عليه. البحث عن صيغه لتوفير منحه تشجيعيه جديده ب 500 دينار لانتاج الاراخي الفت صغار ومتوسطي الفلاحين. التوسع في برنامج الترقيم. المشكل اللي برنامج هذا مازلنا كي انطلقنا فيه ويزمو شويه وقت. هذه حاجه. اثنين في الاثناء علاش ما ماتوش قبل البرنامج هذا؟ انا وزير الفلاحة عملت وقت اللي احنا نتناقشوا فيه في جويلية. على حكومة هذي عملناه في جويلية. مش نحكي توا المشكل في الحكومة هذي انه معناها يمشي وزير لا يجي وزير الوزير الجديد يقول انا راني ما مانيش معني باللي بنتعمل قبل. انا اول سمحت ثم تواصل المرفق العام سمير. احنا توا معناها نحكيو على الدولة، حكومة الوحدة الوطنية، نحكيو على السياسة العامة للدولة. انا وزير الفلاحة الوحيد، السياسة العامة للحكومة. يا سي ناجي ما فماش وزراء وزيد فلاحة، ما خديتش بلاصه غير انا. لا سمح برشا وزراء يتبرر ويقول لك انا اللي قبلي ما عملش وانا انا تعرفني دول. انا تعرفني هما باستمراريه الدوله حتى لو كان فيها ولكن مش هذا الموضوع. انا الوزير الوحيد تاع الفلاحه في حكومه الوحده الوطنيه، وهذا برنامج حكومه الوحده الوطنيه مش شبيه. يعني اللي قبلك ما عملش مداش في الاصلاح هذا، ما فماش هذا. ربما لانه مشاكل ما كانش مشاكل هذه والتهريب مش هو بيت، ولكن هذايا علاش ما بديتوش الاصلاح هذا سي سمير من الفتره اللي شديت فيها وزير على خط. يعني من 2016 يا سي ناجي 2017 لانه في سامحني في 2017 كانت منظومه الالبان منظومه اللي نفتخروا بها. ما كانش على الاشكاليات هذه، ما كانش دارت التعريف. كان سامحني في 2000 كنا نفتخروا بها يا سي ناجي. اليوم راهو في 2018 يا سي ناجي. في 2018 خلينا نذكر ظاهره التهريب في 2018 مفقود تماما لاعتبار لاول مره في تاريخ الاستغلال، في تاريخ معناها استقلال البلاد هذه. الحليب اللي كان يتبزع، وشفنا حتى تصاور وحتى الفيديوهات الحليب اللي بزعوا فيه المنتجين في القاع، وصلنا الحليب تفقد مع اللي يخلط على باكو ويتسمى ونحب. نحب نذكرك في حاجه اللي انا لما جيت نلقى الفلاح يبزعوا في الحليب من اللي جيت انا والحكومه هذه الى اليوم نكتة حليب ما تبزعتش. هي ما صارت ازمه نتاع حليب. لا استنى الحليب تقطع من استنى يهدي في ذروه الانتاج. احنا في العام الاولاني صدرنا
27 مليون لتر او 30 مليون عم ناول مع الازمه صدرنا 15 مليون لتر معناها البلاد دي تصدرت ولكن ازمه الحليب كانت ازمه مفتعله لانه علاش لما في جويل هبش فصلك عليه ولاد الحلال اللي تحكي عليهم شكون مسالك الاخير اسمعني اسمعني سميني سي سمير تو اسمعني معناها نرجعوا اللغه لغه الاطراف تو كنا نحكيوا على مسالك هذا قوت الشعب التونسي يا سيناجي يعني يلزمهم يعرفوا شكون اللي قاعد يتلاعب بقوت الناس هما الناس اللي هما الناس اللي هربوا في البقر للشقيقة الجزائر وهما الناس اللي خبيوا شكون ناس مهربين اللي قاعدين فلاحة مش فلاحة مهربين حاشام الناس اللي مدخلين في المسالك التوزيع هذوما ناس اللي يقاوموا في بالك تدخل أخيرا منذ أشهر دخلوا المخزن لقى واحد مخبي 6000 لتر حليب يخبي فيها شكون هذيك 6000 لتر حليب مونها بطل سوق وتخذات الضغط معناها فما ظاهر حتى في الفلاحة عندكم فما مافيا مش في الفلاحة اي معناها يعني خرجنا من الانتاج ما في التهريب موجود عندك قصدي باكو حليب هذا باكو حليب في عوض يهبط للسوق تلقاه واحد جروسيست اشتري يهبط للسوق واشتري يخبيه عنده هو علاش علاش يا نجم لانه الاشاعه خرجت وقداش من الاشاعه خرجك واحد يقول لك باش نزاد في سوم الحليب عنده باكو حليب يتباع ب 1200 يحب يبيعه ب 1300 يخبيه وهو شاريه بالسعر نتاع 1200 بتبعت حال بهامش الربح هذاك يخبيه باش يبيعه بالسعر الكبير قاعده تصير وانش قاعد نحكي لك توا قلت كان باش اكتشفت ولهذا راهو العمليه ماهي سهله العمليه مش سهله اليوم فما برشا اشياء فما برشا اليوم تلقى منتوج وتلقى نقص فما واف الحكايه اش رايك انت في التصريح اللي عامله رئيس الغرفه الوطنيه للقصابين احمد العميري قال انه سعر كيلو اللحم سي سمير راهو باش يوصل 35 دينار في شهر رمضان انا ما نحتاجش زاد اشاعه هذا ما نحتاجش نكذب وانا لانه اصدقاء حتى اللي كان قبله في النقابه هذيا قال انطمن التوانسه راهو غالطه هذيا ومش باش يصير والسعر هذا من القصابين يا سمحت والنقابي اللي خرج قال راهو في افريل باش ما عادش فما حكوك طماطم والطماطم مفات الى اخره كيما نعرفوها الطريقه هذيا يا سي ناجي اللي يحب يرفع في سعر من واحد مضاربة يخلق نقابيين يخدموا ضد وزير الفلاحه لا ضد وزاره يخدموا لارواحهم لمصالحهم شو وزير الفلاحه خلي وزير الفلاحه انا ماشي يخدموا في مصالحهم اليوم لما نحب انا نرفع في سعر نخلق ازمه مفتعله ونخلق واحد ونخلق حوار ونقاش رفعوا لي تنوج الانتاج وهذا اللي قاعد يصير شكون اللي وراه شيء هذا فما برشا مضاربين برشا اليوم شوف اسمع مضاربين افراد ما فماش اطراف اخرى ما فماش انا ما نجمش انا مؤسسات أنا لا ما نجمش ما فماش لوبيات انا ما نحبش فما لوبيات ولكن هو بار ديفينيسيون لوبي راهو اللي يخدم لك تحت الطاوله لوبيات هذوما تحت الطواول ولكن شوف راهي ظاهره تعرفوهم انتوما لوبيات هذا هذه تو انا مش خدمتك يا وزير الفلاحه هذه خدمه الامن وقاعدين نقاوموا فيهم قاعدين نقاوموا شوف نعطيك علاش قاعدين نقاوموا والدليل على ذلك انه اليوم عملنا هبطات حتى الاسواق الدواجن اسواق الابقار والواح باش نراقبوا هالابقار هذوما الاسواق وشفنا المافيات اللي والمسلك اللي ياخذوه باش يوصلوا للجزائر هذوما الكل تبعوا فيهم هذه خدمه الامن وخدمه التجاره تعرفهم اللوبيات هذوما باش نجم تقاومهم شكون هم بطبيعه الحال هذوما ناس تحب الربح سهل راي لوبيات يعني افراد معناها مجرد افراد او تتلم في مجموعات او في جهه ولكن انا باش نقول لك راهو طرف بعينه او منظمه لا مش عندكم مساميهم عندكم مسامي هذا راهو اكيد انا مش خدمتي ملف عند وزاره الداخليه هذا عند وزاره الداخليه بطبيعه الحال ونعرفوهم ويعرفوهم ويوقفوا فيهم اسمع معايا احتجاجات الفلاحين الاحتجاجات اللي صارت قدام وزاره الفلاحه وصارت ايضا قدام مجلس النواب ما حبيت نجاوب على النقابيين انا قبل ولكن مش مشكل جاوبني بعد ال بعد بيتين وين الفلاحه مش النهار يا حكومه عار 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 وين الفلاحه مش النهار في القطاع الفلاحي سمير المنتجين الفلاحة وكبار المنتجين سواء في نقابة الفلاحين ولا حتى في اتحاد الفلاحين ولا غيرهم اليوم يقول لك استهلاك المحروقات اليوم يمثل 60% من كلفة الإنتاج الزراعي
و70% في الصيد البحري. وقل لك بفعل زيادة هذه الفلاحة اليوم مجبرين على الترفيع في أسعار البيع باش يغطيوا التكاليف نتاعهم. علاش أقدمت الحكومة على قرار الزيادة في سعر المحروقات في الظرف هذا بالذات؟ شوف هو قرار بطبيعة الحال موجود، ولكن موجود التوانسة يعرفوه، موجود في قانون المالية، وبالتالي ما نستغرب استغراب البعض. مش نحكي على التوانسة، ما قراوش حساب قطاع الفلاحة شوي بشوي بشوي. لا لا لا، اللي يوفر في قوة التوانسة. احنا 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 سي ناجي، احنا نعطيه في منحة لمنحة المحروقات هذية، منحة الدعم تاع التوانسة الفلاحية، منحة المحروقات موجودة هذية ونعطيه فيها. ولكن اليوم حان الزيادات تعطيه في دعم، حان الوقت أم الزيادات حان على بعضه حان تقريبا ثلاث مرات يزيد زيد محروقات في العام. احنا من المطالب الثلاثة مشروعة اللي نعتبرها مشروعة واللي الحكومة تشتغل عليها، وكما قلت سيتم الإعلان رأس حكومة نشتغل وراه وقت اللي الأخيان هذوما اللي نحييهم راه وحقهم، لأنه خبزهم وقوتهم وعيشتهم، وهذا ما فيش حتى نقاش. ولو تصير فما تجاوزات مش مهم مش مهم، ولكن ايش حاب نقول وقت اللي هما ماجين نحن نشتغلوا، نحن نشتغلوا في الظروف الصعيبه نتاع المال العمومي نتاع تونس، نشتغلوا كيفاش نلقاو حلول هذوما. احنا عندك ثلاثه مطالب مشروعه تعبيرها هو سعر الحبوب، سعر الحليب، ومنحه المحروقات. هذوما ثلاثه اشياء نشتغلوا عليهم نشتغلوا عليهم. وسعر العلف زاد، العلف العلف اقل سعر لا بشكل كبير، اقل حده لانه بالامطار صار تاخير ما عادش عندنا. ثم نلقاو حلول للمشاكل هذه بطبيعه الحال. عفوا قرارات خدمتنا ان نلقاو للحكومه رئيس حكومه نشتغل وما زلنا نشتغل، ولما تكون جاهزه القرارات ان شاء الله في غضون الاسبوع هذايا ساهم عليها رئيس حكومه باش تحل المشاكل هذه نهائيا بطبيعه الحال. هذه المطالب هذه نحن اخذناها بعين الاعتبار. بطبيعه الحال ينجم يقول زيدني 200 زيدوا 100 يقول لي فهمتني، ولكن نحن نشتغل واعيين بانه هذا شيء اليوم راه مساله. نقول لك حاجه، نحب نقول حاجه باش نحكيو الفلاحه. الفلاحه شوف نحن نحكيو اليوم، احنا لما جينا لوزاره الفلاحه نلقاو نسبه النمو في الفلاحه، نسبه النمو بتاع الفلاحه سلبي 8.5. العام اللي بعد عملنا ايجابي 2.5، معناها تعرف معناها 2.5 سلبي 8.5 عملنا تقريبا 11. العام هذايا عملنا 9.5 9.5 نمو، نسبه نمو. انا اقول سيناجي فقط كلمه شايفها ممتاز. لو كان ما جاتش عندي ازمه الدينار ازمه الدينار وارتفاع المحروقات، شوفوا الارقام اش عملها الفلاحه اليوم. دخل ازمه الدينار خويا المد ال انت تحكي على التصدير نحكي على الانتاج المحلي. لا لا نحكي على ليه؟ نحكي على تزويد السوق المحلي. لا سامحني اليوم الفلاح اللي ينتج ينتج مدخلات يجيبوها من برا، كيما المصنع يجيب البرودوي سمي فيني، واحنا زاد كيف اليوم عديد المدخلات نتاع الفلاح نجيبوها بالواحد بالدينار. عملتوا 2.5 ايجابي ومع ذلك عملنا 9.5 به خارق العاده، ومع ذلك كل مره تجينا ازمه نتاع حليب، مره تجينا ازمه نتاع انتاج اللحوم، مره تجينا ازمه نتاع الدجاج. الاسعار هاك كنت تشوف تو سمير كنت نحكي لك تو على الاسعار. حبيت تفهمني في حاجه ماشي. حبيت تفهمني ازمه منظومات الانتاج اليوم. ما نجمش لا يا سيناجي ازمه منظومات الانتاج، وكي تشوف المطالب نتاع الفلاح هي في كلفه الانتاج. كلفة إنتاج ما عادش تغطي الفلاح، ما عادش ينجم يربح، ما عادش ينجم يسول. هذه المشكلة، واحنا سنتدخل على كلفة الإنتاج هذه. ترك علاش نقول لك ربط بالدينار هو هذا. باهي واضح. خلينا نمشيو لفقرة قالوا عليك سي سمير. مرحبا. ولو أنه الفلاحة مش كان هذا راهو. حبيت نقول كلمة على الفلاحة البيولوجية. حبيت نقول كلمة على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذه أشياء اللي قاعد تنز فيها الوزارة اليوم. كلمة بربع على الفلاحة البيولوجية خاطر نحب نحيي اليوم. بالنسبة للفلاحة البيولوجية اليوم تونس من حيث المساحات المخصصة للزيتين البيولوجية تونس الأولى في العالم من حيث المساحات. اليوم تونس ترتيبها 23 في العالم من حيث المساحات البيولوجية في العالم، والأولى إفريقيا في المساحات، والأولى عالميا في مساحات الزيتين. اليوم اليوم حققنا 700 مليون دينار حققناهم مداخيل الفلاحة البيولوجية، وأنا دعوة لأنه نهتموا بالفلاحة وإحنا مهتمين بها في الفلاحة، وأنه الناس اليوم عندي 8000 متدخل في الفلاحة البيولوجية. خلينا سي سمير طيب وزير الفلاحة نمشيو لفقرة قالوا عليك. سمير طيب وزير الفلاحه، اكمل الفلاحه من السياسه مشينا الفلاحه، من الفلاحه مش نعاود ونرجعوا للسياسه لغالبا.
هذيك مشكلة المشاكل وكل شيء، حتى الفلاحة مربوطة بالسياسة. جريد عبد الجواد في حزب المسار الديمقراطي في حوار للشارع المغاربي يقول سمير الطيب لا يمثل إلا نفسه ولا يمثل الحزب، ومواقف الحزب مختلفة تماماً على مواقف سمير الطيب. إيش تعلق على جنيد عبد الجواد؟ إيش تعلق على الكلام هذا؟ بدون تعليق، لا أعلق. ما عندكش تعليق؟ لا لا ما نعلقش، أنا من أنا الراب العشرة بالماء والملح وما نعلقش. عندكم مدة ما تحكيوش مع بعضكم؟ لا يعني أنا مدة ما تلاقينيش، لأني مدة ما تلاقينيش. وما تحكيوش؟ ما تلاقينيش دونك ما نحكيوش. باهي. فوزي الشرفي أمين العام لحزب المسار قال في حوار، قال سمير الطيب شد في الكرسي وضحى بالحزب نتاعو على جال الكرسي ولوح استقالته 5 أيام قبل المؤتمر. أسمع معايا فوزي الشرفي. السؤال هذايا يحق كونه تلقيه على اللي شد في الكرسي وضحى بالحزب نتاعو من جال الكرسي، مش لي أنا اللي قعدت في الحزب ونظلت في الحزب ولازلت الناظر في الحزب، ورغم ضعف الحزب وضعف الهيكلي أسريت كون الحزب هذا يتمادى ويعيش والعام الجاي باش نحتفل بالمئوية متاعه، مش قعدت في كرسي وخرجت ولا واحد واستقع قدمت استقالتي 5 أيام قبل المؤتمر. هذو ناس قاطعوا الحزب، وإحنا أنا أسف برشا اليوم قاطعوا الحزب. أنا في بالي ناس ديمقراطيين عندهم تاريخ نضال يشهد لهم على النضالات متاعهم السابقة، ولكن يبدو كونه في آخر المطاف حرفوا زاد على المبادئ متاعهم. هذا زاد ما تحبش تعلق عليه؟ أونكور بلوس ما نعلقش عليه. علاش؟ لأني أنا راب بالصداقة وهو شو سمح لا سمحني خلينا مصدق الكلام اللي قاله سيح ليه الكلام هذا يؤلمني لأنه هو مش مقتنع به ويعرف ومش مقتنع به ويعرف أني مشبث بالكرسي ويعرف أني اقترحته باش يكون بلاستيانا أول ما تشكلت الحكومة. لا لا خليني هني تحبني جاوبك ولا تو كلامه هو سمعته أنا من جون بوليميك جامي جامي، وخاصة أني راب بالعشرة وبالماء والملح وبالصداقة، وخاصة مع سي فوزي الشرفي اللي أنا دخلته للسياسة، اللي أنا وريته للسياسة، اللي أنا فرضته على برشا ناس اللي هو متحالف معهم اليوم. للأسف مش هذا الموضوع، هذا يؤلمني. أما يقول في كلام مش مقتنع به، مش مقتنع به ومش مقتنع به 3 مرات ويعرف أنه مش مقتنع به، ولهذا دون تعليق. علاش معناه مش مقتنع به؟ كيفاش واحد يقول كلام مش مقتنع به؟ معناها قالوا مجبر باش يقول، قالوا لأنه هو وضعوه في منصب، وضعوه في منصب شريحته فما مؤتمر وضعوه في منصب الأمين العام، وضعوه منصب ويزم يقول الكلام هذا. انتخبوه أمين عام منتخب سيناجي الموضوع هذا كان أمين عام منتخب سمير. أي أخي أنا قلت العكس، أنت قلت وضعوه حطوه في الأمين العام أكهو سيناجي بالنسبة للموضوع هذا أكهو. ما عادش تحب تحكي على حزب المسار؟ لا ما نحكيش على الأشخاص. على الأشخاص نحكي على أفكار، نحكي على تموقع سياسي، أما ما نحكيش على أشخاص. حمى الهمامي النطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية قال كلام كبير برشا في حواره مع إذاعة موزايك. أيوة. قال سمير الطيب صبغوه واللي يدخل للائتلاف الحاكم يتبدل. هات نسمع حمى الهمامي. خلينا كلام سمير الطيب مش نقول لك صبغوه، واللي يمارسوا السياسة الدخولية هذه يمشي في بالهم يدخلوا في ائتلاف كما الائتلاف نتاع النهضة والنداء مش يبدلوه، النتيجة أنهم هم يبدلوه هو يولي كيف السياسة يتكرس فيها. شنو هي كرس في السياسة التقدمية في الفلاحة؟ كرس في السياسة المملات من طرف الائتلاف الحاكم، عنده واحد يدافع على مصلحة شخصية لا أكثر ولا أقل. كلام كبير قالوا حمل الهمامي. لين جاوبوه سي حمل؟ جاوبوه سحموا الحاجة ما يعرف حد شيء على الفلاحة باش يقول السياسة التقدمية غير تقدمية. نجم نعطيه سياسة تقدمية واش قاعدين نعملوا في الاقتصاد الاجتماعي التضامني كوزارة الفلاحة والفلاحين الصغار والمرأة الريفية. دونك حما خليه يقعد في برج عاجي ما يحبش يمسخ يديه بالممارسة اليومية والتصرف ولا جيستيون دي زافير، خليه يقعد نقي هكاك. هذه حاجة. اثنين سبقت انت هو قال، وبالتالي شوف سي حما الهمامي اللي فوت على اليسار التونسي فرص أنه في 2015 لما اقترحنا أن الحكومة اللي تشكلت إثر انتخابات تكون حكومة متوجهة وجهة اجتماعية، وأنا نجي في جورته لأني وقتها وقف المشاورات سي الحبيب السيد من أجل المسألة هذية، قال لي حتى تقنع حمى الهمامي وتقنع الجبهة الشعبية وهو رافض يوصل لي لحد أنه ما يسجل على التليفون، معناه هم بعد يجي يقول النهضة في الحكم
تنار حبيت انت تكون في الحكم. لو كان انت قبلت اسمعني حبوي، لانه لو كان قبل وقتها يدخل للحكومه هذيك ويكون ممثل فيها في وزاره شؤون شو معايا ولا غيرها، ما كانتش النهضه تدخل، كانت النهضه ما تدخلش، وكانت النهضه تكون تمشي للمعارضه المؤسساتيه اللي في الدستور موجوده، يعني ستاتيو لوبوزيسيون في الدستور اللي النهضه كانت رفضته، واحنا فرضناه في الواحد لانه عارفين هذاك، والنهضه تمشي للمعارضه معناها مش باش لوحه في البحر، هي معارضه مؤسساتيه وتنجم تقول ترجع. هو اللي خلى ان النهضه في 15 تمشي للحكم وتحكم وتتفرض فينا باسم انه ما فماش اغلبيه. هذه حاجه. اثنين، بربي اللي زايد علينا على حكايه النهضه يزايد علينا، راهو في 2005 هو عمل تحالف مع النهضه مش انا رفضت، وهو اللي عمل تحالف مع النهضه في اكتوبر 2018 حركه في في في, في 18 اكتوبر. سي سمير انا وذي يعرفوه التوانسه الكل مواقفك قبل من حركه النهضه راهي كانت مواقف راديكاليه، اليوم تبدل 180 درجه. سيناجي سيناجي سبحانه مغير لا لا سيناجي 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 اليوم انت لا لا سيناجي مع النهضه سيناجي ما عادش تقريبا ما عادش تحكي على حركه النهضه. تو كي حاجه نفسرها لك، مش لازم ترجع لها، مش لازم ترجع لها. انا فسرت لك تو الحكايه وقلت لك اسمعني في الحكومه، قلت لك انه هذايا هذايا بالنسبه لنا هو الفاصل اللي بيناتنا فهذا، وانا اليوم كي تقبلوا حركة النهضة هذا مكسب بالنسبة لنا، وبالتالي المعارك الوهوية حول الهوية ما عادش عندها مكان. الهوية هاي هنا، الهوية هنا، واللي يمشي غير هذا يعمل في عركة وهمية. لسنا في حاجة للمعارك الوهمية اليوم، ولكن كمشروع أنا ليس لي ما من لا لست من قريب ولا من بعيد مع مشروع، أنا ضد ونقيض مشروع النهضة. أنا أنتمي للعائلة الديمقراطية التقدمية الحدثية الاجتماعية، ما عندي حتى علاقة مع النهضة. أنا موجود في حكومة وحدة وطنية وهذا يعرفه الناس كل، وربما كان مش يكون فيها سي الجبهة الشعبية لأنه من الأول حب يمشي فيها ثم تراجع عن ذلك، هذا الناس كل تعرفه. وبالتالي اليوم عندي بعد انتخابات 2019 ستكون النهضة في واد، وما أمثله أنا وعائلتي سنكون في واد آخر، لأنه انتهت حكومة وحدة وطنية والمرحلة هذه انتهت، ثم ذراعك يا علاف. هذاك علاش أنا قلت الهدف متاعي والشيء اللي أطمح له في 2019 هو أن العائلة متاعي تفوز في الانتخابات، وأنا مستعد. أنا هي شو شيء العائلة متاعي؟ العائلة الديمقراطية. أنت في تحية تونس اللي تحية تونس تنتمي للعائلة هذه، هي جزء من هالعائلة الديمقراطية التقدمية الاجتماعية. فيها ما شاء الله الوان واشكال، فيها تجمعيين، فيها تساترة، فيها رموز من اليسار القديم، فيها حتى ناس هذا يظهر لك اللي اسمع انه تاليفها ممكنه في تونس. اي العائله تحكي عليها، اي هذه العائله الواسعه الموسعه ما عادش موجوده اليوم في حزب تحيا تونس. بالعكس موجوده، تو انت سميت النجم سمير كان اطراف اخرى يمثلوا العائله هذه، وبالتالي انه 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 فضاء كيما هذا حزب كيما هذا يمنح انه التوانسه اللي يؤمنوا بالقيم اللي موجوده هنا ويدافعوا عليها، بالنسبه لنا هذاك القاسم المشترك للعائله هذه، في معناها في المقابل تلقى العائله الاخرى المحافظه اليوم سي سمير كيفاش ترى التحالف بعد الانتخابات الرئاسيه والتشريعيه اليوم؟ انا لو الصندوق ما عطاش لتحية تونس الأغلبية وما عطاش للنهضة الأغلبية، وباش تلقاو روحك ربما مع حزب مثلا الحزب الدستوري الحر اللي ترأسه عبير موسي، ربما تلقاو روحكم زادة مع حزب التيار الديمقراطي مع مشروع تونس وبرشا حزب أخرى. هل سيعاد سيناريو التحالف بين النهضة وتحية تونس وربما نداء تونس أيضا ولا لا؟ أبدا، واني نقول أنا من توا أنا كسمير طيب لن اقبل بتحالف جديد بين 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 تيار تونس بين تحية تونس والنهضه، هذا لن اقبله بعد انتخابات 2019. ينشدوا المعارضه ينشدوا الحكم، ما فيش حتى نقاش بالنسبه لنا، هذا واحد. اثنين اثنين اليوم يظهر لي انه التوجه اللي قاعد صاير اول حاجه لبناء الحزب هذا المجمع للعائله هذه واحد واثنين، والتحالفات المنشوده مع اطراف اخرى اللي هي قاعدين في نقاشات معها اللي قاعد القياده، لان انا مش مهتم بالحزب اليوم، انا فقط منخرط قاعدي في الحزب اليوم، ما عندي حتى هذا. يجب ان يفرز لنا اغلبيه للحكم، اغلبيه للحكم. لكن يوسف الشاهد اذا لم تتوفر الاغلبيه، يوسف الشاهد رئيس الحكومه اليوم في علاقه طيبه جدا مع حركه النهضه اليوم. ما حركه النهضه، حركه النهضه حزب يدعم رئيس الحكومه، يوسف. حزب يساند رئيس الحكومه، وتخلل في قطيعه مع الباجي قايد سبسي ومع النداء من اجتماع وثيقه قرطاج اثنين
يعني انقلب على الباجي ودافعوا على يوسف الشاهد واعلنوا مساندتهم ليوسف الشاهد. حركه النهضه سمير اول حاجه اعلنوا مساندتهم يوسف الشاهد خرج وقال كم من مره انا ما عندي حتى علاقه بالنهضه كنهضه كفكر. كيفاش يحكم معاهم اليوم؟ شوي يحكموا معاهم يا صديقي. انا في حكومه وحده وطنيه هذه اللي تشكلوا عيطوا يوسف الشاهد عيطوا له على اساس برنامج بري تابلي معمول قبل ما يتسمى بشاهد وجاء باش يقود الحكومه هذه. وبالتالي هذه حكومه وحده وطنيه كل من تقاسم الوطن موجودين فيها الا من اقصى نفسه. هذه واحد اثنين. وبالتالي موجوده النهضه وموجوده غير النهضه. النهضه وغير النهضه انا اللي لكن الدعم جاي اساسا من حركه النهضه. ما هو كان موجود من طرف كل. اما سامحني اللوم مش على يوسف الشاهد. اللوم على اللي خرج وخلى ان يوسف الشاهد فقط مدعوم من حركه النهضه او من النهضه واطراف اخرى. شكون تقصد؟ نيدا تونس. بطبيعه الحال نيدا تونس. والباجي قائد السبسي. اذا معناها الباجي قائد السبسي هو رئيس جمهوريه وحر في مواقفه كرئيس جمهوريه. اما انا نحكي على المواقف السياسيه اما سواء رئيس مؤسس او معناها يوسف الشاهد اليوم مضطر حسب ما فهمت من كلامك مضطر للتحالف مع حركة النهضة. ماهوش متحالف، يقود حكومة موجودة فيها حركة النهضة وهو مواصل على الشيء اللي انطلقنا فيه في أوت 2016. هو نفس الخط اللي سايرين عليه. لما تنتهي العقدة هذية وباش تنطلق حملة انتخابية وتم انتخابات تنتهي العقدة بتاع الحكومة هذية كل واحد يعرف صلاح بلاده. باهي توا أنت في حزب تحية تونس وانخرطت فيه تقريبا ما باهي فرضا لو بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية حزب تحية تونس باش يلقى روحه كيما نيدا تونس لقى روحه في 2015 يعني متحالف مع حركة النهضة والباجي قائد السبسي حط يده في يد راشد غنوش رئيس حركة النهضة. لو تحية تونس لقى روحه بعد انتخابات في تحالف مع حركة النهضة سمير طيبوني نجم يكون نجاوبك على زوز مرحلة. أول حاجة السعي الآن واللي يقوموا به الأخين الكل والمناظرين والعباد اللي دخلت الكل وسليم العزابي يقولوا أنه هذا ما يصيرش لأنه قاعدين نبحثوا في التحالفات داخل العائله مع المشروع ومع البديل ومع مع 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 وغيره. هذا شيء. ولكن باش نمشي معك نعمل شويه بوليتيك فيكسيون. لو كان هذا صار سمير الطيب لن يكون في فيها التركيبه والتشكيله هذه. وين ينجم يكون؟ يرجع المعارضه. يكون وين هو وين هو يلزم يكون. يرجع اما لن يعني قلت لك صراحه انا لن اكون في حكومه اخرى ائتلافيه حزبيه. انا قلتها في 2000. عندك ضمانات من رئيس الحكومه او من المنسق العام سامي العزابي؟ شوف شوف أول ان حزب تحيا تونس لن يتحالف مع اول اول حاجه نخرجوا رئيس الحكومه من الحكايه دي. رئيس هو الحكومة. رئيس الحزب. لا لا وين رئيس الحزب؟ وين؟ ليس للان سمير رئيس حكومه يوسف الشاهد لم يخصص ولو لحظه دقيقه من وقته للحزب هذا. الحزب هذا عنده رفاق واصدقاء والناس القراب ليه يخدموا فيه. انت قلت راهو يوسف الشاهد في تصريحك هو زعيم الحزب. انا ما قلتش. سليم العزابي قال يوسف الشاهد هو زعيم الحزب. سليم العزابي يعرف اكثر مني هو المنسق يعني. هو المنسق نعم. وهو المشروع هذا وانت توا واحد من قيادات حزب تحية تونس. المشروع هذا قاعد يتعمل حول يوسف الشاهد. ما فيش حتى نقاش. لانه نعتبر يوسف الشاهد تتوفر له عديد الخصال. علاش قلت يوسف الشاهد ما لا ما عندوش علاقه. انت تقول يوسف الشاهد عمل ويعمل ما عمل حتى شيء. لا يخدم في الحكومه يوسف الشاهد من الصباح لليل. الصباح وانا واقف في المتوسط. ما عندوش علاقه بحزب تحية تونس. مش قاعد معناها ليس له لم يخصص ولو دقيقه لحزب لانه عنده ثقه في الناس اللي وقاعده تحارب. يعني بعيد كومبليتمون الحزب. اليوم لاهي في الحكومه. هل تتصور انه في وضع ما عندوش علاقه بالحزب؟ عنده علاقه بالحزب يا ولكن إيه ولكن هو ما عندوش علاقة يوسف الشاهد بحزب تحية تونس؟ عنده علاقة. اي ما قلت لك ان المشروع هذا قاعد يتبنى حول يوسف الشاهد. أما بعيد عليه الان في اللحظة هذه في الدقيقة هذه اليوم وغدو حتى لين تنتهي العقدة هذه يوسف الشاهد مش لاهي بالحزب. انا قلت لك عنده اصحاب واصدقاء والناس اللي عنده فيها ثقة لاهينهم بالحزب. هو لاهي بالحكومة واحنا كالوزراء. انا سمير طيب. شكون لاهي بيه؟ انا سمير تحية تونس شكون لاهي بيه؟ توا الفريق اللي حاول سليم العزابي. اللي حاول سليم العزابي بطبيعة الحال هو الفريق اللي سليم العزابي والكتلة بطبيعة الحال في المؤتمر القادم لحزب تحية تونس شكون باش يكون رئيس الحزب؟ شكون من عام يذولي متوقع سليم العزابي شكون ينجم يكون رئيس الحزب؟ هو 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 تحب تقول انا رغبتي انا ولا شكون باش يكون يعني التوجه العام في الحزب شكون ينجم يكون؟ انه يوسف الشاهد يكون رئيس الحزب هذا. اي قلت لي تو ما عندوش علاقه يوسف الشاهد بالحزب. لا لا سي ناجي اسمعني اسمعني قلت لك اللحظه هذه اللحظه هذه يوسف الشاهد ما عندوش علاقه معناها عضويه بالحزب وقاعد يخدم في الحزب من الصباح لليل ما عندوش حتى علاقه بالمساله هذه لانه لا في الحكومه عنده قلت لك رفاق واصدقاء في ثقه يخدموا في الحزب. انا سمير الطيب انخرط في الحزب هذا لم اخصص
لم أخصص بخلاف الندوة الصحفية هذيك ولو دقيقة للحزب هذا لا بوزارة الفلاحة متاعي. معناها هذا رد بين قوسين اللي يقولوا سايب الفلاحة وتلعب السياسة. فقط أنا لا اليوم بوزارة الفلاحة، ولكن أعتبر أنه نتائج الحكومة هذه بطبيعة الحال ستدعم التواجد والمشروع هذا متاع يوسف الشاهد. ولكن اليوم يوسف الشاهد بعده شوية على قاعد يصير في الحزب. باهي هات نمشيو سي سمير هات نمشيو لفقرة صحيح غلط. سي سمير طيب، وزير الفلاحة والأمين العام السابق لحزب المسار الديمقراطي اليوم وواحد من قيادات حزب تحيا تونس، أنا قاعدي في تحيا تونس، قاعد مجرد منخرط، مجرد منخرط من أمين عام حزب المسار إلى منخرط به. كان بإمكاني نجم يكون حتى في داري ما في حد شيء، وين المشكلة؟ الانخراط قديش سي سمير؟ 5 دنانير. 5000؟ رخيص برشا. باهي سمير طيب، لو كان مكان حافظ قايد السبسي اللي هو تم انتخابه نهار الأحد رئيس اللجنة المركزية للحزب، وذا اشتر اللجنة المركزية، أما فما اشتر آخر تعمل صار في مدينة الحمامات، انتخبوا سفيان توبان والخماذة اللي صارت، لو كان كنت مكان حافظ قايد السبسي اش كنت نجم تعمل؟ اليوم شوف انا منعتي ما ندخلش في الشان الحزبي نتاع الاحزاب الاخرى، واحد، وما نتدخلش في بلاصه الناس، ولكن خليني اقول الوضعيه وصلت الى حد اللي ما عادش نجم نسكت شويه. معناها ولزمنا ريال ما واحد لازم يتكلم. انا لو كنت سؤال هذا بحق، لو كان كنت مكانه باحراج نجاوب فيه، ولكن انا محرج، انا محرج بخاطر ما نحبش ما نجم نكون في وضعيه حتى حد. انا ديجا في وضعيه سمير الطيب وحتى نسلكها. افترض انك مكانه، انا لو كنت مكانه لبعدت على الشان السياسي لفتره. هو مواطن عنده الحق باش يمارس الشان السياسي، ولكن لبعدت فتره لمصلحه الحزب اللي يدافع عليه، لمصلحه تونس، ولكن لمصلحه الفتره نتاع السيد رئيس الجمهوريه اللي عمل فيها عديد الاشياء المهمه، اللي دافع على تونس ودافع على قضيه المراه ودافع على سياده تونس وعلى امن تونس و معناها عنده بيلان لارجمون بوزيتيف. علاش يصير هذا كل فتره؟ انا لو كنت مكانه، وزاد نقولها بكل لطف، معناها ما عنديش نبعد على الساحه السياسيه ولو ظرفيا حتى لين الفتره هذه تتعدى والحزب نتاعو يخرج سلامات. أنا نذكر الشيء هذا نقول فيه لأني أنا لما جمدت مسؤوليتي كأمين عام هدف متاعي هو أني نحافظ على الحزب هذاك، ما ينشقش من أجلي أنا. فقلت هاني أنا بعده وواصلوا نقاشكم وحواركم. الباجي قائد السبسي انتهى سياسيا قبل ما ينهي المدة الانتخابية نتاعه، صحيح ولا غير؟ شكون قال الكلام هذا؟ هذا كلام يتقال في الشارع السياسي، وهذا كلام متداول. أنا نعتبر أنه الفترة المتبقية للرئاسة ما زال لرئيس الجمهورية ما يقدمه، أما قال موش مترشح وعنده لا خلينا احنا الفترة ودعا يوسف الشاهد ما بقي له من الفترة. نعتبر أنه ما زال هون يقدم، خاصة المشروع المهم والكبير واللي هو مشروع يزم يكون مشروع التونسيات والتونسيين، وهو المساواة في الإرث. لأنه هذه قبيلة جبتها على المعارك الوهمية، هذه معركة حقيقية ولكنها معركة حضارية. اليوم كي جبت الموضوع هذا ومازال في طي المشروع، البلدان تحكي على تونس، كل البلدان في العالم تحكي على تونس، الشقيقة والصديقة والقريبة والبعيدة تحكي على تونس ومكان تونس ومكانة المرأة. فالمشروع هذا مازال يجب أن يقوده إلى نهايته، وبالتالي مازال عنده مشوار هالأشهر اللي مازالته باش يواصل. لدي اعتقاد راسخ أن راجل غنوشي هو الشخصية الأقوى في البلاد، فقد خطط لبقاء حركة النهضة في الحكم، ونحن نرى أن النهضة اليوم في الحكم دون أن تحكم. الكلام هذا صحيح ولا غلط؟ هذا الكلام أنا راني قلته قبل. الكلام هذا قلته أنت في حوار لجريدة الشرق الأوسط في أكتوبر 2015. دونك نعرف شنو نقول ونتذكر شنو نقول. هذيك الساعة ما زلت تتذكر. لا قلته لا من 2015. واش كان قلته في الشرق الأوسط؟ قلته في صحيفة لو تان، جريدة لو تان زاد في الفترة نفسها. ما زلت متمسك بالكلام هذا؟ بطبيعة الحال شوف اليوم بعد تجربة أولى في الحكم مباشر، معناها لحركة النهضة شد رأسه الحكومة وحكمه وترأسوا فهمتني تقريبا في الترويكا كانوا هما الفاتقين الناطقين
واعطاو فشاف ان الفتره هذيك وين هزتهم، هزتهم الى الخروج من الحكم بالطريقه هذيك وادت الى الهزيمه نتاع في الانتخابات. ف وهذا نجم نقولوها انه ربما دهاء سياسي، دهاء سياسي نتاعو يقول لك انا اليوم نكون الحزب الاول ولكن ما نحكمش، نكون متخبي من تالي. فهذه طريقه اللي بطبيعه الحال بفضل بين ظفرين اليسار اللي رفض يتحمل مسؤوليته، ولكن بفضل اليمين اللي مد يده للحركه النهضه خلاه انه نجم. فاليوم هذا في 19 ما يلزموش يصير، كان النهضه تفوز يلزمها تحكم، وكان العائله نتاعي انا تفوز يلزمها تحكم. واضح. حزب تحيا تونس يقولوا عليه احزاب نداء تونس وحزب التيار الديمقراطي والجبهه الشعبيه اللي هو حزب الدوله، لانه يستعمل امكانيات ووسائل وكوادر الدوله ويستعمل السلطه نفسها. اعطيني انا صحيح ولا غلط؟ انا نرد على الناس هذوما والحاجه هذا كلام تقال اي تنارنا وحذرت منه حركه النهضه في بيانات. هما يحكيوا على مشروع حزب مشروع حزب قاعد يتبنى ومازال ما عندوش لي فوندامونتو ومتاع حزب سياسي، حتى المؤتمر التاسيسي نتاعو مازال ما انعقدش ويحكيوا عليه بالطريقه هذه، فدليل على ان هل هذا مخلق ويقلق ويحرج. هذه حاجه طبعا مخلق. سنين اعطيوني مثال واحد. مثال واحد انا نحب نذكر منشور نتاع رئيس الحكومه لكل الوزراء نتاعو، تعليمات تاع رئيس الحكومه ان لا يتدخلوا في العباد الوزراء اللي في تحيا تونس، وان لا يتدخلوا. موجودين وزراء اغلب وزراء الحكومه موجودين في تحيا تونس، ما همش اغلب ويحضروا في الاجتماع. صلحت لك انه يحضر في الاجتماع. انه يحضر يوم وموجودين. سمح انا نحب نذكرك انه الندوه الصحفيه اللي عملناها قعدت نستنى لانه ما كانش بالامكان في الويكاند لانه عندي شغل وتنقلات. نستنى في 9 افريل باش عملتها يوم راحه ويوم عطله باش نعمل حمل عمري. وحتى وزير ما تلقاه في اوقات العمل في نشاط نتاع حزب، تلقاه في الويكاند اذا عنده وقت فاضي او في يوم عطله. وانا الندوه الصحفيه هذيك اللي صارت في تحيا تونس عملناها 9 افريل، دقيقه من وقتي كوزير ما عطيتهاش الحزب هذايا، وكذلك شان بكل وزراء وعلى راسهم رئيس الحكومه. ما تعملوش اجتماعات في مقر صدقني صدقني الاجتماعات اللي باش تصير من الوزراء تمشيو لمقر الحزب. نعطيك مثال، البارح كلمني وزير واو يشفع على اجتماع تنسيقيه من تنسيقيات في جامعة على موضوع فلاحه، سالوه على الفلاحه. الوزراء نعملوا في النشاط يوم سبت عشيه. يوم سبت عشيه ايش قلت لك؟ قلت لك خارج ما تلقاش وزير وقت العمل، خارج توقيت الاداري، خارج توقيته كوزير يخدم. يا اخي سامحني، وزير ما عندوش وقت. سامحني نجم حتى النهار حد يخدم. اي ينجم يخدم، اما ينجم يكون عنده وقت ومن خاصه في ظرف صعيب. ما نمنعوش كمواطن انه يكون عنده نشاط سياسي في هذا متفقين فيه، مش على حساب الوزاره. نهار سبت عشيه اذا لقاه وعنده وقت يكون حاضر في اجتماع يحضر في اجتماع نهار سبت عشيه ونهار حد صباح، هذا حق من حقوقه. انا قلت لك نحكي على روحي ما لقيتش وقت سبت واحد، فعملت الندوه الصحفيه نهار 9 افريل. سمير الطيب ما اختارش ان يكون وزير فلاحه، بل اختار ان يكون في الحكومه، وهذا طموح كان عندك. مش صحيح. من سنوات حتى قبل تعيين. مش صحيح. انا يقال لما شوف يقال ايوه ان يقال؟ حزب تحيا تونس تبنى على شخص رئيس الحكومه، وده حكينا فيه منذ قليل، ووزراء ومسؤولين في الدولة، ما تبناش على مشروع للبلاد ولا على برنامج. برنامج الوحيد قائم على حاجة واحدة، نحبوا نحكموا. صحيح ولا لا؟ مش صحيح. مش صحيح، هو دليل الكلام اللي قلته لك. الحزب ما يحبش يحكم؟ لا، معناه الحزب إذا 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 اقتضت الضرورة وأعطيتني صورة أنه ما ربحش انتخابات شد معارضة، والحزب للحكم والمعارضة. ولكن باش نحب نقول أنا في المسألة هذيا، راهو تو تحكي على المشروع سيصاغ. الحزب وليد بضعة أشهر. اليوم الفراغ اللي خلاه نداء تونس فك التوازن السياسي خلق 14، والأسف الانحراف اللي صار فيه خلي اليوم الإيجابيات ناخذوها والسلبيات نتخلوا عليها باش نبنيو مشروع جديد. فلي فوندامونتو موجود. اليوم أنا نرجع كي نرجع حتى البرنامج القطب الديمقراطي الحداثي اللي عملناه، ماذا تحقق منه؟ بخلاف الدستور هذا ما تحكيش منه حاجه كبيره. وبالتالي هل بشريع ولا برامج النداء ولا برامج النهضه؟ سامحني، تو النهضه عملت لنا 365 اجراء ولا شنو هو، وحكمه الترويكا ماذا طبقت فيه؟ حتى شيء. وبالتالي شوف اليوم المشروع يقوم على مقاومات البناء والضروره السياسيه. ما عندي برشا وقت سمير. سمير الطيب قد يعاقبه
الناخب التونسي كما قد يعاقب بقية الأحزاب الحاكمة في الانتخابات بسبب الوضع الاجتماعي والمادي الصعيب اللي يعيشه المواطن وحالة الغلاء الفاحش اللي يعيشها خاصة في السنوات القليلة شوف الماضية. أنا ساعة والحاجة نحب نحييك فرصة هذه اللي خلتني أني نوضح بعض الأمور. احنا لما التونسي يتفهموا وتوصلوا المعلومة ربما عنا نقص في التبليغ والإعلام ممكن، ولكن لو كان التونسي يعرف حقيقة مش قاعدة تعمل به الحكومة هذه أنا أعتبر أنه بجينا فرصة بتاعتها فما حملة انتخابية فما نتائج بتاعتها الحكومة. مش تقولوا في الحملة الانتخابية؟ احنا مش نقول حملات انتخابية، احنا مش نقولوا هاو فين نجحنا وهاو فين ما نجحناش. مش تقولوا لهم رانا فشلنا في المجال هذا وفشلنا باش نعمل كذا راو سيناجيك يقول هاو وين ما نجحناش أنا هاو وين ما فشلنا، ولكن هاو علاش فشلنا زاد هاو علاش فشلنا؟ لأنه لما تلقى وانتم تعرف المشهد السياسي الردي والمتردي معناها اللي يدعو للردة، كي تشوف مشهد سياسي هذايا تعرف بتقول مسكينة الحكومة هذه. واضح. مش نهزك الفقرة اسمها رايك فيهم، مش عدي لك مجموعة من الصور وتعطيني رأيك بصراحة وباختصار. شو مع فقرة رايك فيهم؟ هذه مجموعة من الصور، مش عدي لك صور لشخصيات سياسية مذهبية تعطيني رأيك باختصار وبكل صراحة. سمير هتشوف الصورة الأولى، أحمد إبراهيم الأمين العام السابق لحزب المسار الله يرحمه بيض أيدينا. واضح. صورة من بعد أحمد نجيب الشابي أمبريون غارسون ضعفه هو التوقيت التايمينج، ضعيف التايمينج معناها دائما ما يعرفش يختار الوقت المناسب. واضح. شوف الصوره اللي بعدها ناجي جلول اللي مازال استقال حديثا من المكتب السياسي لتونس نرجسي الى حد لا حدود له. كيفاش نرجسي الى 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 ما لا حدود له؟ نعرف ناجي من سنوات 70 كنت وثيقه نعرف ناجي من سنوات 70 وهذا راه مش معناه راه خطر النرجسية تنجم تحولك إلى كائن إيجابي ولا إلى كائن من قبل نرجسي ولا نرجسي؟ لا من قبل بيه نشوف الصورة من بعد باجي قايد السبسي رئيس الجمهورية إن شاء الله التاريخ يذكر كان الشيئات الإيجابية اللي عملها بعد الثورة الحكومة الأولى ورئاسة هذه وهو نعتبر معنا خاصة الرئاسة الأخرانية ما قام به إيجابي جدا لتونس. ما عندوش أخطاء ما عندوش عنده سلبيات. لا قلت لك أنا نتمنى أنه تاريخ ما يذكر كل الأشياء الإيجابية بطبيعة الحال ككل رجل سياسة أخطأ وقت اللي مثلا ضحى بينا في أخطأ الباجي قايد السبسي؟ كل شخص سياسي أخطأ وقت كان في حزب تونس أخطأ لما اختار أنه يخرج من اتحاد هو رئيس جمهورية وأنت قلت ضحى بينا. لا في انتخابات 2000 أي بطبيعة الحال لوفوتوتيل كان ضحى بينا بطبيعة الحال لا اللي شايل فضلنا ندخلوا القائمات نيدا تونس. باهي نمشيو للصورة من بعد ليش بن حمدي دار المحبة؟ والله أنا كشخص طريف وراه حتى بعض المرات اللي حكيت معه طريف ولكن الشعبوية مفرطة شعبوية مفرطة. باهي نمشيو للصورة من بعد هذا زوز أخبار هبطوا في زوز إذاعات في إذاعة جوهرة وإذاعة شمس فهم. في الخبر الأول المنستير انتخاب حافظ قيس سبسي رئيسا للجنة المركزية لحركة نيدا تونس. في الإذاعة الثانية إذاعة شمس انتخاب سفيان توبال رئيسا للجنة المركزية لنيدا تونس. نفس الخطة نفس الانتخابات بقى واحدة تعملت في منستير واحدة تعملت في الحمامات. شو رأيك؟ قبيلك قلت كلام على المسار يمكن ما تفهمش الشيء اللي عملته أنا باش ما يصيرش هذايا كنت النجم وكانوا رفاقي نجموا ناخذ جزء كبير من المسار ونمشي نقول أنا المسار الشرعي وكما الآخرين ينجموا يخرجوا يقولوا احنا المسار الشرعي هذا نحبش نوصل له خليه المسار كائن متوحد موحد ولو نعتبر خط سياسي ما يمثلنيش ولكن على الأقل موجود. تأكد اللي المسار فيه زوز شقوق أو زوز تيارات معناها راهو الصراع على خط سياسي مش صراع أشخاص الصراع على الخط السياسي. نمشيو للصورة الموالية محمد بن سالم ماذايا كان قبلك على رأس وزارة الفلاحة قيادي في حركة النهضة شنك
مش نجم يعلق عليه سمير الطيب؟ من كوزير فلاحة ما نعلقش عليه، لأنه أنا اعطيني رأيك فيه. لا شوف، لأنه أنا اعطيني رأيك فيه. أنا ك ك ك ك ك قيادي في النهضة اختلفوا معه تماما، وكنت مختلف معه وما زلت كوزير الفلاحة. أنا دوري في وزارة الفلاحة أنني نخدم ونواصل وأراكن وأراكم على كل ما هو موجود وكل عمل. شو اللي اختار؟ عمل مثلا نعطيك مثال في مسألة من الأخطاء اللي قعدنا نعالجوا فيها، هو أنه تحرير الدواجن. أنا كان حر الدواجن وبتابعات الاعتقاد كانوا أنه السوق الليبية كانت مفتوحة الأبد. لما تسكرت السوق الليبية صارت لنا، وأنا لما جيت أول احتجاجات أصنت كانت بتاع الناس مهنيين الدواجن، وبدينا نصلح ورجعنا الحصة وبدأت القطاع، والقطاع وصل اليوم للشيء اللي هو فيه وحقق أرباح. معناه أنت تصلح في الأخطاء اللي ارتكبها محمد بن سالم؟ أنت قلت لي أعطيني خطأ، أعطيتك خطأ اللي صلحته أنا. واضح. نمشيو للصورة الأخيرة سي سمير، باش تعطيني رأيك بصراحة. شوف، هذه نحب نقول نحب رسالة نوصلها اللي خاطر كثر الحديث، وأنا ما ندخلت برشا في الإعلام، لكن نحب نقول كلمة. ما نحبش شكون يسألني أنا وين، نحب شكون يقول لي إيش قاعد تعمل. ما تسألونيش أنا وين، قول لي إيش قاعد تعمل، إيش قاعد نعمل، اللي نعمل فيه اليوم. أنا دائما على العهد هو اللي نعمل فيه. في 2005 لما عملت الإضراب الإداري ضد بن علي، راضي على روحك؟ وكتبت ما نجمش كون راضي على روحي 100%، ولا راني راهو كان جيت راضي على روحي، أنا مازلت أمين عام حزب المسار. تعتبر اللي أنت خذيت القرار الصحيح بخروجك من المسار واتحادك في تونس؟ في ظرف هذا ما عادش إمكانية أني نواصل في المسار، وبالتالي ماكش نادم على القرار هذا. أنا في المسألة هذه كل نحب نقول أنا باقي براني مازلت راني دائما على العهد، وأنا مؤمن به. والشيء اللي قلته نهار الندى الصحفية، قلت والدعوة اللي وجهتها للعائلة بتاعي أن نلتحق بالمشروع هذا حتى نبنيه مع بعضنا، أنه فيه بعد اجتماعي أكيد وواضح. واضح. شكرا لك سمير. شكرا. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، شكرا لك على رحابة الصدر. شكرا لكم، تقابلوا في الأسبوع القادم في حلقة أخرى من برنامج وما خفية. شكر خاص لكل الفريق التقني العامل في البرنامج. شكرا لكم، إلى اللقاء وصباح الخير.